على الارض لم يتغير شيء فالتظاهرات في كردستان العراق ما زالت مستمره حتى الساعه للمطالبه بالاصلاح وتحسين الوضع المعيشي ودفع الرواتب بالرغم من كل الجهود التي تبذلها الحكومه في اربيل من اجل اخماد التوتر فصحيفة العرب الجديد تحدثت عن وساطات قبلية ودينية تقوم بها حكومة نجرفان برازاني بهدف إقناع المتظاهرين بتجميد تحركاتهم ولو مؤقتا بسبب حساسية الوضع الحالي بين أربيل وبغداد فثمة من يصف في كردستان دخول حكومة حيدر العبادي على خط الأزمة بالصيد في الماء العكر موقف الحكومه الاتحاديه لحد الان حيال اقليم كردستان موقف ناتج عن نشوه نصر لا اكثر، السيد حيدر العبادي لحد الان جميع تصريحاته لا تصب في صالح العمليه والحوار مع الاقليم، السيد حيدر العبادي يتعامل مع الاقليم مع الاسف بنشوه النصر لا اكثر، لحد الان كل ما يعدوي لم يطبقه. أحزاب كردية عديدة تتوافق مع هذا الرأي وتري في تلميح العباد بإرسال قوات حكومية تحت عنوان حماية المتظاهرين مآرب أخرى ولا سيما أن حكومته هي المتسبب بهذه الأزمة من وجهة نظرهم نحن محتاجين بهذا الوقت حل الأزمة بين الحكومة الفدرالية وحكومة إقليم كردستان لحل مشاكل الرواتب ولحل إدارة الأزمة ربما لكلام هؤلاء ما يفسره فأوساط سياسية كشفت للصحيفة نفسها عن تواصل العبادي مع قيادات حزبية كردية لبحث مسألة تشكيل حكومة مؤقتة بدلا عن الحالية تكون مدعومة من بغداد وترفع الإجراءات العقابية عنها وتتوصل معها إلى حل سياسي سريع فحركة التغيير على ما يبدو ترحب بأي ضغوطات على أربيل لحل أزمة الصراع تدخل الحكومة العراقية من ناحية الضغوطات من ناحية دولية من ناحية من الناحية الاقتصادية أيضا من من ناحية السياسية، من نواحي كثيرة وليس فقط من ناحية العسكرية. لكن بعيدا عن هذا وذاك هناك من يتخوف من تطور الأمور بين أربيل وبغداد إلى ما لا يحمد عقبه عقب تحركات عسكرية أخرى تقوم بها القوات الحكومية نحو فيشخبور وعليه تنشط أطراف دولية ومحلية على خط الدخول في الحوار على الأقل فيما يتعلق بإدارة المنافذ البرية والمناطق المتنازع عليها